بقالنا مده من وقت ما ابتدى يبقى فيه مشكله العربيات ديت بنلقى ناس عندها مشكله مع تويوتا ايجيبت، وده طبيعي لان دي شركه كبيره وعندها عربيه محترمه جدا، ففي ناس كتير بتحرص على انها تقتنيها. اما ابتدت ظروف الاستيراد تبقى فيها مشاكل والعربيات تقل، ابتدينا نلقى ناس عندها مشكلة مع الشركة. طبعا الشركة بتقول احنا ملناش دعوة، ده وضع موجود في البلد طبيعي، واحنا يعني احنا هنكره ليه؟ ما احنا لو عندنا العربيات كنا اديناها للناس. والناس بتشتكي من طريقة التعامل، وزي ما حضراتكم شايفين بقوا بيروحوا يقفوا قدام تويوتا كل يوم صبح وبالليل وطول الوقت، وبعضهم قد هدد بالإضراب عن الطعام، وطبعا خلافات كثيرة مع القائمين على الشركة. أرجع تاني وأقول حضراتكم ده بسبب إنه ده في إقبال كبير على العربية، والعربية دي حتى قبل ما يبقى فيه مشكلة وقبل ما فيه أوفر برايس كان الحصول على العربية التويوتا الكورولا اللي احنا عارفينها العادية مسألة ليست بسهولة بمكان. طبعا لما حصل المشكلة الناس اللي حاجزة بقى واضح انه في مشكلة، انهم جايز مش عارفين ياخدوا فلوسهم او مش عارفين ياخدوا العربية. كل يوم بنلقى اخبار مشاكل بين المواطنين وبين تويوتا. دكتورة سمر سمير ادمن جروب متضرري تويوتا ايجيبت، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، زي حضرتك استاذ عمرو. اهلا بيك يا فندم، ايه الحكايه؟ وصلنا لايه؟ ايه الموضوع؟ هو انا سمعت المقدمه بتاعت حضرتك. هو الموضوع ان اللي تويوتا بتقوله ده خاطئ، ان احنا ان هم مش عارفين يسلموا العربيه بسبب ازمه في الدوله. دي طبعا ازمه مفتعله وده مش حقيقي. المشكلة دلوقتي ان احنا في عقد بيننا وبين بين هذه الشركة اليابانية، ومفروض ان العقد ده بينص على انهم يسلمونا خلال 6 أشهر. ده اول بند هم اخلوه ومش عارفين يلتزموا بيه. يعني حضرتك دكتورة سمر، يعني هم عندهم العربيات ومش عايزين يدوها لكم؟ عندهم العربيات مش عايزين يدوها لهم، وهي موجودة حضرتك دلوقتي عند الموزعين كل الالوان وكل الفئات. طب هي راحت للموزع ازاي؟ ما التوكيل هو اللي بيوزع، التوكيل هو اللي بيدخل العربية دي من بره، هو اللي بيديها للموزع. دلوقتي حاليا الموزعين كل العربية كل أنواعها موجودة عند الموزع، ده غير إن هي مليانة في مخازن أبو رواش ومخازن رجب، وهم يعني أوريدي سلموا نوع معين من العربيات بتاعتهم، نوع اسمه بيلتا. أنت لو في أزمة وفي أزمة على كل الأنواع، مش أزمة على نوع واحد. طب برضه أنا مش قادر أفهم هم ليه مش عايزين يسلموكوا؟ ما هم هيبيعوا يعني هياخدوا فلوس. ببساطة يا فندم مش عايزين، لأن طبعا الدولار حضرتك عارف الدولار بيتغير، وطبعا دول ناس كبيرة وشركة كبيرة وفاهمة في السوق، ودي المشكلة. إن إحنا اتأكدنا إن في نية مبيتة لجمع المبالغ دي، لأنهم عارفين إن هيحصل تحرير لسعر الدولار وعارفين إن فأنتوا عايزين تاخدوا العربية بالسعر اللي انتوا تعاقدتوا عليه اللي هو قبل التحرير. هو المفروض انت اتفقت معايا، وبعدين هم واخدين مبالغ كبيره، حضرتك واخدين 150 الف و100 الف. لو حضرتك مش هتديني بالسعر اللي انت حاجز بيه ما كنتش خدت فلوس، كنت خليتني عملت استماره وخلاص. امال ايه لازمه ان انا بحجز بالمبلغ الكبير ده؟ ده غير ان التوكيل ده الوحيد اللي حجز بالمبالغ دي. طب يا فندم رحتوا لحمايه المستهلك؟ بص حضرتك الجهاز، رحنا طبعا للجهاز. الجهاز في الاول كان طلع قرار منصف جدا وقرار عادل جدا، وكنا كلنا مبسوطين بيه. القرار بتاع 12/4 اللي بينص على ان اي حد حاجز اي سلعه قبل 21/3 ياخدها بسعر ايصالها. ده قرار كان ريحنا وطمنا، والقرار ده اكيد طلع بناء على دراسه. ما هو الجهاز اكيد درس الموقف ودرس السوق وطلع ان هو ده العدل. وبعدين انت حاجز مالكش دعوه ايه اللي حصل. يعني انا لو حاجزه شقه في ارض مع في عقار وجت الدنيا غلت خلاص، زي كل الناس اللي حجزت في عقارات وخلاص انا حجزت قبل ما الدولار يزيد. العقد العقد يعني شريعه متعاقدين، احنا خلاص اتفقنا. وانا اصلا لو اعرف سعرها كده عمري ما كنت قودت ناحيه التوكيل ده ولا كنت روحته.
وبعدين دي فئة اقتصادية، دي عربية ناس رايحة العربية اقتصادية بسيطة ورايحين عشان يشتغلوا بيها ومش رايحين يحجزوا. انتوا كنتوا حاجزينها بكام وهي دلوقتي بتتباع عند الموزع بكام؟ بص حضرتك العربيات تتراوح من اول 235 كانت حجزها لحد 350. دلوقتي 350 عايزين يبقوها ب 700 وام 200 عايزين يبقوها ب 400. دي واحده حضرتك بتقولي لي ان العربيه اللي انت المفروض كنت موضبه نفسك ان هتدفعي فيها 350 دلوقتي عند الموزع ب 700، انا فاهم صح؟ التوكيل عايز يبيعها ب 700 بيقول لك انا هسعر على الدولار ب 30. طب حضرتك ازاي الدولار ب 24 يقول لك لا انا هسعر ب 30 وحسب ما تيجي وقت الاستلام هسعرها زي ما انا عايز، واحنا المفروض مجبرين على كده. طب في العقد اللي بينكم في فكره انه لو الدولار زاد او العمله اتغيرت، يعني انت عارفه بيبقى في خط صغير كده مكتوب في العقد في الكلام ده ان انتوا لو اتغير تدفعوا اكتر؟ انا هقول لحضرتك، هو العقد اللي ما بيننا بيقول ان احنا هنستلم، يعني احنا العقد بتاعنا ده في سعر السلع النهائي مكتوب كده السعر النهائي، لان طبعا قانون حمايه المستهلك قانون 181/2018 بينص على اي سلعه تباع لازم تحدد السعر النهائي، لان انا لو رحت حجزت حاجه مش مكتوب سعر يبقى التاجر بقى يتحكم فيا. أيوة. لما اروح له يديني سعر وعايز، فلازم اكون محدد السعر النهائي. فالعقد بتاعنا مكتوب فيه نوع السعر، نوع السلعه وسعرها النهائي ومبلغ الحجز بتاعي. مطلوب مكتوب بقى تحت البند اللي حضرتك بتتكلم عليه ان السعر ساري ما لم يحدث ظروف قهريه. السعر ساري ما لم يحدث ظروف قهريه من تغيير سعر العمله. طب ما هي اصلا البند ده غير قانوني، يعني هو البند ده اصلا مش من حقه هو. لا 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 لا، ما هو قانون يا فندم، هو العقد ده هو اكيد واخد عليه موافقه من الجهات الرسميه. ما انا هقول لحضرتك، هو دلوقتي اصلا السعر العمله ده محرر من 2016 بناء على قرار محافظ البنك المركزي، فهو كده كده ده شرط مستحيل توفره، هو اوريدي دولار يعني سعره متحرر. وبعدين احنا لو اتكلمنا حضرتك في البند ده، هو البند ده المفروض ان هو بيحسبه على المتبقي، انت اوريدي واخد مني 150 دولار صح. دولار عندك حق، حاسبني فرق العمره على الباقي مش على اجمالي السعر. طيب ارجع تاني واسال، لان ده تخصص جهاز حمايه المستهلك، عمل لكم ايه جهاز حمايه المستهلك؟ الجهاز للاسف هو الموقف بتاعه غير محدد، موقفه عايم، يعني هو طلع بعد كده طلع قرار في 26/5 قال ان الناس لو اثبتنا التعثر واتاكدنا بالاوراق والادله التعثر هيبقى اللي حابب يسترد يسترد، اللي حابب يكمل في الحجز يكمل. طبعا هي شركه كده كده بتجبرنا على الاسترداد، مع ان هو الجهاز ما قالش كده، بس هم بيضحكوا على الناس ويجبرونا يجبروا الناس على الاسترداد. طب هم اصلا ما قدموش ما يثبت التعثر، يعني انت انما انت طبعا مش من الناس، انت طبعا مش من الناس اللي عايزه استرداد، انت عايزه السلعه. مستحيل حضرتك قيمه ال 100,000 اللي انا سايباها عندهم من سنه، حضرتك شوف قيمتها دلوقتي ايه، وانا اوريدي بقيت المبلغ شايلاه معايا عشان لازم اكون جاهزه عشان ادفع. هو مبلغك اتاكل ده نمره واحد، نمره اتنين انت معكيش تكملي الرقم اللي هم بيقولوا عليه ده. مستحيل ان انا اكمله، ومش من حقه ان هو يضحك عليا، مش من حقه ده. انا بشوف ان دي عمليه احتيال، ان انا طبعا في رسائل وفي معايا اوراق تثبت ان هم كانوا بيردوا علينا ويقولوا لنا حضرتك السعر ثابت، حضرتك مالكش دعوه بالسعر. طب انتوا دلوقتي عاملين ايه؟ عاملين اضراب قدام الشركه؟ بص حضرتك احنا حاولنا الحل مرارا وتكرارا، وبنتفاوض طبعا بنلاقي معامله سيئه جدا، تكبر غير عادي، مفيش كاستمر سيرفيس نهائي، بيقفلوا البيبان في وشنا، يحطوا لنا كلاب بوليسيه، احتجزونا اكتر من 3 مرات، واخر مره كان الاحتجاز فرع العباسيه يوم 17/10 والشرطه جت طلعتنا بالعافيه. حضرتك امبارح رحنا تفاجئنا ان هم كلهم طلعوا في الدور اللي فوق اللي هو اصلا، يعني انت بتتكلم انا رايي دكتوره سمر ان